السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا يزال الحظ العاطري يلازم الدول الجزائري نبيل بن طالب رغم عودته إلى المنافسة في مباراة فريقه أمام بريست لحساب مباريات الجولة 9 من عمر البطولة الفرنسية. وتعرض نبيل بن طالب لإصابة جديدة على مستوى الأنف خلال مباراة فريقه أمام بريست، وذلك عند الدقيقة 67 من عمر المواجهة. وارتطمت الكرة بوجه الدولي الجزائري فأدمت أنفه وسببت له نزيفا على مستوى الأنف خلال المرحلة الثانية من اللقاء، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم فريقه بنتيجة هدف دون رد. وتشير آخر الأخبار إلى أن بن طالب تعرض إلى كسر في أنفه خلال التدريبات بعد عودته من الإصابة السابقة، وهو ما جعله يدخل المواجهة بقناع واقية. ولسوء حظ بن طالب فإن الكرة ارتطمت في وجهه بقوة، وهو ما جعله يغادر أرضية الميدان. وتعتبر مواجهة بريست هي الأولى للدولي الجزائري نبيل بن طالب منذ أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها سابقا، واستدعت غيابه عن تربصات المنتخب الجزائري الماضية. وشارك بن طالب في مباراة واحدة مع نادي لليوم 3 سبتمبر الماضية ليبتعد بعدها عن الميادين بسبب الإصابة. وهنا أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بتعليقاتكم أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.